بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معجزات القرآن بعد أن ذكر أن القرآن يظهر كونه آية وبرهانا للنبي عليه الصلاة والسلام من وجوه جملة وتفصيلة، ذكر أولا الجملة وهو عجز الأمم جميعا أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله، رغم تحديهم له وحرصهم على معارضته وكراهيتهم لظهور حجته، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله عبر العصور، مع إخباره صلى الله عليه وسلم أن أحدا من الإنس والجن أو أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، أخبر من خلال القرآن يعني الذي أنزله الله عز وجل عليه. فهذا من جهة الجملة. قال: وأما التفصيل فيقال نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة، ولم يأتي أحد بنظير هذا الأسلوب، فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الخطابة ولا الرسائل، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم. ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة، ليس له نظير في كلام جميع الخلق. وبسط هذا وتفصيله طويل يعرفه من له نظر وتدبر. ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق للعادة، لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر، لا نبي ولا غير نبي. وهذا من أعظم الحجج فعلا، ولو لم يكن إنسانا يدرك فصاحة الأسلوب ولا كونه ليس من يعني لكونه ليس عربيا فلا يعرف فصاحته. فما تضمنه القرآن ما أخبر به في باب توحيد الله عز وجل من أنواع الأدلة وبيان تفاصيل الأسماء والصفات وأفعال الله عز وجل لا يوجد له نظير قط في لا الكتب المتقدمة ولا في كلام الناس ولا في كلام أحد من الخلق على الإطلاق، لا نبي ولا غير نبي. ومن يتأمل ما تذكره الكتب المتقدمة التي هي أعلى ما عند الناس في باب أسماء الله وصفاته، يعني الأمم عقائدها في الإله عقائد عجيبة، كل أمة تعبد آلهة تخترع لها قصصا، يعني لو نظرت إلى قصص الفراعنة وصراعات الآلهة مثلا وأوزوريس الذي قتل إيزيس ونحو ذلك، والهنود عندهم أضعاف من ذلك، الرومان واليونان عندهم أساطير فعلا كما يعني يدل كل من عرفها يعرف أنها أساطير وخرافات، وهذا الإله تزوج هذه الإلهة و أنجب إلها صغيرا ثم كبر وصار يريد أن ينتقم ممن آذى أبوه ونحو ذلك، قصص كلها مخترعة. تصور بقى أهل الكتاب هو أعلى تصور موجود، أعلى تصور يوجد عند الناس في هذا الباب هو ما عند أهل الكتاب، تجد عندهم أن الرب هذا عاجز ضعيف يندم يجهل يغلبه يعني أحد عبيده يصرعه ولا يتركه يصعد إلى السماء، يبكي حتى ندما حتى يعني من أجل أنه أغرق الطوفان، حزن من أجل أنه أن الإنسان الذي خلقه أفسد في الأرض أغرقه ثم ندم على ذلك، رمد عادته الملائكة ونعوذ بالله من ذلك. وأما التصور عن يعني عند النصارى فأفظع، فإنهم مأخوذ تصورهم عن الفلسفة الأفلاطونية بلا شك، يعني تصور الأقانيم الثلاثة هذا مأخوذ عمن قبلهم وليس
أنه مخترع، وإنما هي في الفلسفة قصة الأقانيم، هذه الشخصيات المتعددة التي يظهر فيها الإله، مع كون الكلام في نفسه متناقضا. أثر الفلسفة واضح فيه تمام الوضوح في العبارات، يعني المسيح لم يتكلم بالجوهر ولا بالعرض ولا قال كلام الفلاسفة، كلام المولود عندهم، ولكنهم قالوا في قانون الإيمان، قالوا نؤمن بقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله من جوهر أبيه مساو له في الجوهر، وإله حق من إله حق، نور من نور، تجسد وصلب من أجلنا، وبعد ذلك صعد على يمين أبيه. لما تيجي تأمل الكلام كل سطر يناقض الذي قبله، إزاي هو مساو له في الجوهر وهو هو تدينه هما جوهرين، مش كده؟ حاجة بديهية إن هو إله من إلهي، يبقى في واحد أصل والتاني إيه؟ فرع. إزاي يبقى من مولود، وكلمة قبل كل الدهور كلمة مولود، يبقى في أصل خرج منه لابد يتناقض مباشرة مع الكلمة التي قالها، وهي كلمة إيه؟ قبل كل الدهور، يعني بلا زمان، وأن من يقول بورود زمن لم يكن فيه الابن فهو كافر. عندهم اللي يقول فيه كان فيه زمن الابن، قنوم الابن ما كانش موجود اللي هو المسيح، يبقى كافر. طب ازاي بتقول ان هو ايه مولود من ابيه قبل كل، ما كلمه مولود ده دليل ان ايه، ان ابوه هو الاصل، وان لابد يكون حصلت انبثاق وولاده، وان بتحدد ان الاصل هو الاب، يبقى لابد ان هو يكون في زمن ليس فيه كذلك. ثم كما ذكرنا تقول ان هو اله من اله وجوهر مساو له في الجوهر، الجوهرين ازاي، وتقول ان هو صعد وجلس على يمين ابيه، يبقى ازاي بعد كده تقول انهم حاجه واحده، ده قاعد على يمينه، كيف تقول بعد ذلك انهم شيء واحد؟ وبتحدد حاجات محدده تفصيلا، بتقول مثلا ان الروح القدس المنبثق من الاب، المنبثق يعني حددت انه منبثق منين؟ من الاب مش من الابن. يبقى انت بتفرق ما بينهم، وتفرق ما بينهم ان قنوم الابن لا يعلم وقت قيام الساعه، لا يعلم ذلك الا الاب. لا يمكن ان يكون هذا الكلام تصورا ايه متناسقا، ده كل كلمه تناقض اللي بعدها، كل جمله بتناقض التي بعدها. فده تصورهم. ثم بعد ذلك إله ينزل ليغفر خطايا البشر عن طريق أن يجعل البشر يصلبوه ويقتلوه ويبصقوا عليه ويضع الشوك على عنقه وسط للصين، يصلب عاريا كما ولدته أمه. يا سبحان الله، ده حاجة فوق خيال إنسان يتخيل أن هذا يكون إلها. عندهم على فكرة الرسمة اللي هم حطوها بتاعة المسيح مصلوبا ستروه بإيه؟ بحتة قماشة، وإلا فعندهم أصلا أبحاث تؤكد أن المسيح صلب عاريا تماما، بس هم مكسوفين يرسموه إيه كده، فراحوا جايين حاطين له بتاعة مايكل أنجلو دي، عم حط البتاع دي، لكن هو عندهم أن هو صلب إيه عاريا، والعياذ بالله، المصلوب يصلب عاريا تماما بين للصين، وأنه يصرخ صراخا عظيما ويقول إلوي إلوي لما شبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لما تركتني. والله العظيم أتعجب من أناس يعتقدون على ذلك أن هذا هو الإله، إله السماوات والأرض، واحد بيصرخ على الصليب يقول يا إلهي يا إلهي سبتني ليه، وبعدين أسلم الروح، وبعد كده تقول أنه هو ده ربنا، رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، وخالق الملائكة والنبيين، والقادر على كل شيء. يا خبر، ده كلام، وناس تصدق الكلام ده النهاردة، ومع ذلك ده ما هيموتوا من أجله ويحاربوا اللي يقول لهم انتوا ان الكلام ده لا يقبله عاقل باي حال من الاحوال. عندهم ان هذا، وبعدين ان هو نزل باختياره ليصلب. طب كان بيصرخ ليه؟ ويقول يا رب تركتني ليه؟ وينده مين كان ساعتها؟ ولماذا اصلا اذا كان هو نازل لاجل ان يقضي هذه المهمه؟ طب ليه بقى بيصرخ؟ ولماذا يبكي؟ ولماذا يقول لابتي لتكن ارادتك انت لا ارادتي انا؟ إذا كنت هم دول حاجة واحدة، وهو بيقول لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا، لتجزي عني تلك الكأس، لتكن الكأس دي يعني أنت عديها، يعني أن أنا متألم منها جدا. طب هو ده هو نازل باختياره بتقوله، وبعدين أراد أن يغفر البشر، يجعلهم يرتكبوا أعظم جريمة يمكن أن تتصور، أنه يعاملوا الإبن الإله يعاملوه بهذه الطريقة، ده أليس أحرى بأن يغضب عليهم أشد الغضب ويهلكهم أشد الإهلاك؟ ده أنتوا تجعلوا أن مفيش خلاص من الخطيئة إلا من خلال ذلك. تصور عجيب عن قدرة الرب، عن حياته، عن عزته، مفيش، لا يتصور ذلك. أعداؤه يغلبوه ويقتلوه ويصلبوه ويبصقوا عليه،
وكل ذلك يعني لكي يكفر الخطايا. طب والبشر قبل الموضوع ده، الأجيال الهائلة من آدم إلى زمن المسيح، خطاياهم تكفر إزاي وهم ما يعرفوش الموضوع ده، ولا عندهم خبر عنه في التوراة ولا في الزبور، بأن ما فيش تكفير الخطايا إلا من خلال الفادي الذي صلب من أجل الناس. طب البشر اللي قبل كده هيروحوا فين؟ والرسل اللي جم قبل كل قبل المسيح عليه السلام، كل دول فيش ولا واحد قال الكلام ده، وفيش ولا واحد قال للبشر ان مش هتغفر لكم خطاياكم الا من خلال الصلب. لكن تصور كما ذكرنا في باب التوحيد تصور منهدم على يعني من قواعده. فما جاء به القرآن في التوحيد لا يوجد لا في كلام نبي ولا في كلام غير نبي، لا في كلام شاعر ولا في كلام ساحر ولا في كلام أحد على الإطلاق، ولا في الكتب المتقدمة المنسوبة إلى الوحي التي فيها حق مما نزل من عند الله ولكن فيها أباطيل، ولا في غيرها من الكتب. يقول وكذلك ما أخبر به عن الملائكة والعرش والكرسي والجن وخلق آدم وغير ذلك. إن كل الأخبار دي للعلم يعني فيها مثلا قصة خلق آدم موجودة عند إيه؟ عند أهل الكتاب. تجد السياق يعني مع اتفاق الجملة إلا أن سياق القرآن يتفاوت تفاوت عظيم في بيان منافع يعني للبشر من خلال هذه القصة، تعريف الناس بالله عز وجل وتعريفهم بعدوهم إبليس وصفات إبليس وحقده وحسده وكبره وإباؤه، وتعريفهم بصفات الملائكة، وتعريفهم بصفات آدم عليه السلام ومنزلته عند الله وتكريمه وتعليم الله إياه وحكمة الله عز وجل في خلقه وإنزاله في الأرض وأثر المعصية وعاقبة الذنوب والمعاصي وعاقبة ستر كشف العورات وإرادة الشيطان في كشف العورات، حاجات لا يمكن أن توجد في قصة من القصص التي تتناول نفس القصة ولكن بطريقة بشرية أو بطريقة حصل فيها تعديل بشري من خلال الكتب المتقدمة. وغير ذلك ونفس ما أمر به القرآن من الدين والشرائع، دي كلها أمور معجزة، ما أمر به من الدين والشرائع العقائد والشرائع والأخلاق التي أمر بها ليس لها أمر خارق للعادة. فعلا ممكن تجمع كده عدة سطور تجد فيها من الوصايا والتوجيهات، مثلا الآيات من سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والآيات التي في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما بعدها إلى أن قال الله عز وجل فيها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا يمكن أن يوجد فيه كتاب ولا يمكن أن يوجد فيه كلام مناظر أن يجمع كل هذه الحكم وهذه الوصايا في قرن بينها. مثلا إيه الوصايا العشر؟ الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، وده فعلا أول الوصايا. لا تسرق، أنت الوصايا الثانية أن تحب لقريبك ما تحب لنفسك، يعني عندنا في الإسلام أن تحب إيه؟ لأخيك أوسع من قريبك، ده مش لازم يكون قريبك. الثالثة لا تسرق لا تزني لا تقتل وهكذا. بص تلاقي وهذه الوصايا العشر العظيمة التي مدار التشريع في التوراة عليها تلاقيها جمعت وأضعفها في سياق آيات معدودة وغير، وفيها من الإعجاز في الأسلوب والبيان ما لا يوجد في كتاب آخر. أما الإنجيل فليس فيه هذه الوصايا، معتمد عليها الإنجيل معتمد على التوراة في التشريعات. الفتحة دي لوحدها، الفتحة معجزة لوحدها فعلا، القرآن العظيم. يقول وكذلك نفس ما أخبر به من الأمثال وبينه من الدلائل، أنواع الأقياس العقلية، أنواع الأدلة العقلية التي فيها إثبات الوحدانية وفي إثبات اليوم الآخر وفي إثبات النبوات وإثبات المطالب الأساسية، إثبات قضية القضاء والقدر، عرض هذه القضايا بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل لبسا وبالأقياس العقلية وأنواع الدلائل التي بينت في القرآن. كل قضية من القضايا تبين أعظم بيان. صفة خلق الملائكة تلاقي عند النصارى غبش وعند المشركين غبش في قضية الملائكة، وإن عند اليهود كذلك تلاقي اختلال ما بين الملائكة دول ممكن يعملوا الفواحش، وما بين الملائكة دول يكونوا آلهة، ومنهم الملائكة دول أصلا معاونين لربنا، ممكن هو بنات لله كاعتقاد المشركين، ونسبة ان ربنا تزوج من الجن فانجب الملائكة عند المشركين. تجد في خلل هائل في تصورات البشر. فما أخبر الله به وما بينه من الدلائل على وجود الملائكة وعلى صفاتهم وأعمالهم كله من الأمور الخارقة للعادة.
يقول: ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية والخلقية والسياسية وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء، وجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم. يعني هو لما يشوف البشر بيألفوا في العلوم دي ويقارنها بين التوراة والإنجيل والزبور هيلاقي أن في فرق، وأن التوراة والإنجيل والزبور إيه؟ أعلى قدرا من كلام في الفلاسفة والكلام في المتكلمين، وكلام ده كلام سخيف بتاعهم ويختلف عن ما في التوراة والإنجيل والزبور. يقارن ما في التوراة والإنجيل والزبور يجد فرق إيه؟ هائل بينها وبين القرآن. فليس فقط في اللفظ والنظم، ولكن يقول: فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه. عشان كده الأمم الأخرى مطالبة به حتى لو كانت مش عرب، لأن المعنى ممكن يوصل لهم ويتدبرون المعاني إذا ترجم لها، والإعجاز اللي فيها أعظم من الإعجاز الذي في اللغة. يقول: وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه. وما في التوراة والإنجيل ولو قدر أنه مثل القرآن لا يقدح في المقصود، فإن تلك كتب الله أيضا، ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي، كما أتى المسيح بإحياء الموتى وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره، فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل مماثلا لمعاني القرآن لا في الحقيقة ولا في الكيفية ولا الكمية، بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن وتدبر الكتب. وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجه، ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله، مع تحدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بعجزهم، فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. الذي هو من حيث الإيه؟ الجملة، إن هو لو ما ظهرلوش الوجوه المعاني دي فيكفي إن القرآن تحدى كل الأمم أن يأتوا بمثلي عبر العصور، والرسول قد أخبرهم بذلك ومع ذلك عجزوا. يقول: ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية، فيها الظاهر البين لكل أحد كالحوادث المشهودة، مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك. دي حاجات باينة لكل أحد، مش لازم يكون مثلا دكتور ولا بتاع فلك. يقول: وفيها ما يختص به من عرفه، مثل دقائق التشريح ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك. أي واحد يدرس جسم الإنسان هيقول جزما ويقينا لا يمكن أن يكون بغير خالق، يستحيل، مش ممكن هذه الدقة المتقنة ان دي حدثت عبثا. ده انت زي ما قلنا مفيش واحد بيرضى ان مسمار الدق كده، لو لقينه بعد مثلا 200 بعد 2000 سنه وحفرنا ولقينا حيطه مدقوق فيها مسمار يقولوا ايه دي؟ يقولوا اثار، مش كده؟ ولا يقولوا الطبيعه ما شاء الله بتعمل حاجات جميله قوي، هيقولوا دي اثار يا فرعونيه، يقعدوا يدوروا مش كده، ويجيبوا خبراء يقولوا دول ايه، يا يونان يا رومان يا ايه يا قبطي يا فرعوني، مش كده؟ لان اثار باينه، لابد يكون حد عملها. جره منحوته هيقول لا حد عملها، تمثال منحوته هيعرفوا مين اللي ايه. يبقى انت الانسان الدقيق جدا ده اللي كل شعيره من شعيراته، بيقولوا الشعيرات دي لو اتوصلت ببعضها في جسم الانسان تعدي الكره الارضيه عده مرات، علشان الدم يجري ويوصل ويتنقى ويخش من الشرايين على الاورده، على الشعيرات على الأوردة، يعني مساحة تكفي تغطي لو المساحة الأوردة دي طويلة. مين اللي عمله ده؟ لا يمكن، أدلة يقطع بها كل أحد، دقة سير الكواكب، العالم الفلك هيعرف تفاصيل يعني بأقل من الثانية، بأقل من الثانية في دقة هذه الأجرام الهائلة. إن الشمس مثلا إحنا بنقربها يقول لك الشمس النهاردة طلعت على إيه؟ على مثلا 6:14 وبكرة 6:13، هي في الحقيقة أدق من كده، هي ممكن تكون تقعد يومين مثلا 6:12 لأن هي منتظمة، لكن هي يوم مثلا 45 ثانية قبل اليوم اللي قبليه، واليوم اللي بعديه 45 بقت دقيقة ونص، على ثلاث أيام تبقى دقيقتين وهكذا، عشان كده بقى قربوها لأقرب دقيقة، لكن هي سيرها أدق من إيه؟
في شروقها وغروبها، والكواكب ادق من بالثواني مع الجرم الهائل له، ان البشر ما يعرفوش يعملوا حاجه كبيره جدا بالمنظر باي حاجه ولا بغيره بهذا الاتقان الهائل. يقول فان الخلق كلهم محتاجون الى الاقرار بالخالق. يقول دلائل النبوه من جنس دلائل الربوبيه، في حاجات يوصلها اي واحد وفي حاجات يوصلها الايه المتخصص فيها، ومحتاجين للاثنين. فان الخلق كلهم محتاجون الى الاقرار بالخالق والاقرار برسله، وما اشتدت الحاجه اليه في الدين والدنيا فان الله يجود به على عباده جودا عاما ميسرا. عشان كده بنقول ادله الربوبيه والنبوه زي الميه والايه والهواء، لازم تبقى موجوده لكل احد. الهواء ده لان البشر ما يعرفوش يعيشوا من غير يعني اكسجين خمس ثلاث دقائق، فربنا جعله ايه موجود كده ليهم مجانا، ما فيش حد يبيع الهواء. الهواء ده موجود لكل البشر، والميه كذلك موجوده في الاعم الاغلب. هيوضح بيقول فلما كانت حاجتهم الى النفس اكثر من حاجتهم الى الماء، وحاجتهم الى الماء اكثر من حاجتهم الى الاكل، كان سبحانه قد جاد بالهواء جودا عاما في كل مكان وزمان. لضرورة الحيوان إليه، ثم الماء دونه، ولكن يوجد أكثر مما يوجد القوت وأيسر، لأن الحاجة إليه أشد. فكذلك دلائل الربوبية، حاجة الخلق إليها في دينهم أشد الحاجات، ثم دلائل النبوة، فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر مما يحتاج إليه العامة، أكثر مما يحتاج إليه العامة، مثل تماثل الأجسام واختلافها وبقاء الأعراض أو فنائها وثبوت الجوهر والفرد أو انتفائه، ومثل مسائل المستحاضة وفوات الحج وفساده، أكثر مما لا يحتاج إليه العامة. دلائل النبوة أكثر من المسائل التي لا يحتاج إليها العامة. يعني إيه الدلائل العامة دي؟ زي إيه مثلا؟ بيقول كلمة تماثل الأجسام واختلافها وبقاء الأعراض أو فنائها، مسألة دي مسألة فلسفية، الأعراض تبقى ولا تفنى، والجواهر ايه، في حاجه اسمها الجوهر الفرد ولا الجوهر المركب، الناس عارفه الكلام ده وشرحه يطول بقى عند الفلاسفه، فلذلك البشر مش محتاجين الكلام ده. مساله المستحاضه مثلا تعمل ايه، هل دي مساله زي مساله النبوه؟ مساله النبوه ايه اعظم. فوات الحج وفساد وهيفوت بالجماع قبل الوقوف ولا بعد الوقوف، مساله ايه الاعم الاغلب ما بيفوتوش الحج، مش كده؟ ولا يفسد حجه. يقول ونحو ذلك فيما يتكلم فيه بعض العلماء. ها؟ دي بقى اقل من الطعام كمان. دي الامثله دي اللي هي المسائل دي الخفيه دي اقل من الايه؟ من الطعام. ده النبوه دي الناس هتموت من غير اكل. يقول فصل سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصالحين من اتباعه آية له. سيره الرسول صلى الله عليه وسلم واخلاقه واقواله وافعاله وشريعته من آياته. وأمته من آياته، وأمة الإسلام نفسها كيف انتقلت من الظلمات إلى النور، كانت من أحقر الأمم لا وزن لها، صحيح مؤهلة فيها صفات تقبل الخير، لكن كانت إيه؟ كانت أمة، من أراد أن يعرف يعني جهل العرب فليقرأ سورة الأنعام. الاختراعات اللي بيخترعوها في التشريعات، والأصنام التي يعبدونها والعياذ بالله، والخرافات التي كانوا عليها. مش عايز اقول ان اللي عايز يعرف يقارن بين اي امه من الامم وبين امه الاسلام بعهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ليعرف فعلا كيف ان هؤلاء او من التزم بالاسلام ومن دان بهذا الدين كان خير امه على الاطلاق. فامه النبي صلى الله عليه وسلم من اياته، وعلم امته ودينهم من اياته. ان اكثر اهل الكتاب فاسقون ولا ملتزمون لا بشريعه ولا بشيء. تلاقي الفسق والفجور، والمسيح امرهم بهذا الفجور الذي هم عليه. اليهود تلاقي علمائهم واحبارهم يروحوا يلعبوا اخبارا، يعني الثقات يقول لك هم بيعملوا عاملين في سينا ليه نوادي الامار واماكن فحش عشان الحاخامات بتوعهم يروحوا ايه؟ لانهم ما يقدروش ان هم يعملوا الكلام ده وسط اهليهم، لكن هم كلهم ييجوا وهم على حالهم، كما قال الله عز وجل قل هل تنقمون منا
إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. والله أكثرهم فاسقون، ما لذلك ما لهمش لا وفاء بعهد ولا مراعاة لحرمات ولا شيء. أمة النبي عليه الصلاة والسلام آية من آياته، أفضل أمة متمسكة بأخلاق أمرت بها الأنبياء عموما أمة الإسلام، العفة والطهارة والتزام بالحلال وتجنب الحرام. الأمم الأخرى يا سبحان الله، فضلا عن ما لهمش ملة بقى، اللي هم ملة للكفر التي لا تنتسب إلى كتاب. يقول: وعلم أمته ودينهم من آياته، وكرامات صالح أمته من آياته. الكرامات التي أكرم الله بها الصالحين من خوارق العادات التي جرت على أيديهم من آياته، وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين يولد وإلى أن بعث، ومن حين بعث إلى أن مات، وتدبر نسبه صلى الله عليه وسلم وبلده وأصله وفصله، فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبا، من صميم سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته الكتاب والنبوة، جعل في ذريته النبوة والكتاب. فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، وجعل له ابنين إسماعيل وإسحاق، وذكر في التوراة هذا وهذا، وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل. ولم يكن في ولد إسماعيل من ظهرت فيه فيما بشرت به نبوات غيره، فعلا لا يوجد ولا عبر التاريخ ان في اي حد من ولد اسماعيل ظهرت فيه علامات ايه النبوة، ولا ادعى احد فيهم الايه النبوة، الله اعلم. لكن لم يظهر، وان يكون امة عظيمة، ان الموجود في التوراة ان الله يجعل من اسماعيل امة عظيمة ويبعث فيهم 12 رئيسا. طب هم دول فين دول؟ عبر التاريخ ما لهمش الا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، انه لا يزال امر هذه الامة قائما ما وليه 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من نسل ايه اسماعيل. الأمة العربية دي اصلا ما ليس لها وزن عبر التاريخ، ولا كان يعتد بها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده الا بهذا الدين. يقول: ولم يكن في ولد اسماعيل من ظهرت فيما بشرت به النبوات غيره، ودعا ابراهيم لذرية اسماعيل بان يبعث فيهم رسولا منهم، ثم من قريش صفوة بني ابراهيم، ثم بني هاشم صفوة قريش، ثم من بني هاشم صفوة قريش، ثم من قريش صفوة بني إبراهيم، ثم من بني هاشم صفوة قريش. قريش صفوة بني إبراهيم، أفضل قبيلة من بني إسماعيل ابن إبراهيم هم قريش، وبني هاشم جزء من قريش. يقول: ومن مكة أم القرى وبلد البيت الذي بناه إبراهيم، ودعا الناس إلى حجه، ولم يزل محجوجا من عهد إبراهيم، مذكورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم، مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة، وممن آمن به وممن كفر بعد النبوة، لا يعرف له شيء يعاب به، لا في أقواله ولا في أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا في أخلاقه، ولا جرب عليه كذبة قط، ولا ظلم ولا فاحشة، وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلى الله عليه وسلم، وكان أميا من قوم أميين لا يعرف لا هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب التوراة والإنجيل، ولم يقرأ شيئا من عن علوم الناس، ولا جالس أهلها، ولم يدعي نبوة إلى أن أكمل الله له 40 سنة، فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها، وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره، وأخبرنا بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله، ولم يعرف قبله ولا بعده، لا في مصر من الأمصار، ولا في عصر من الأعصار، من أتى بمثل ما أتى به هو القرآن، ولا من ظهر كظهوره، ولا من أتى من العجائب والآيات بمثل ما أتى به، ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شريعته. في جميع الأبواب تجد الشريعة الإسلامية دي، في أبواب الطهارات العبادات خير العبادات وأكمل العبادات. قارن مثلا في الأذان بين أذان دعاء المسلمين إلى الصلاة وبين دعاء اليهود وبين دعاء النصارى، شوف قارن بين الأذان وبين الناقوس وبين البوق،
والله اي عاقل في الدنيا يقارن الا ان يقول الاذان ده متضمن للمعاني العظيمة، انه ده افضل ما يمكن ان ينادى به، وانه يدعى به لانه يدعو الناس الى اداء الصلاة بتوضيح العقائد الواجبة وتعظيم الله عز وجل. بين ناقوس بيضرب وخلاص، او بوق بيصفر، او نار بتتولع، بلا شك دي حاجات تعرف بها البهائم الاوقات او الاشارات. اما اذان المسلمين فارفع اذان، عبادة المسلمين ارفع عبادة، قيام وركوع وسجود وتلاوة وخشوع، صيام المسلمين احسن صيام، حج المسلمين بلا شك والله العظيم لا يشك في ذلك عاقل. التشريعات المتعلقة بالزواج، بالطلاق، بالموت، والميراث، بالبيع، بالشراء، بالمعاملات، بالحرب، بالسلم، في جميع وجوه الحياة، في جميع تشريعات اكمل تشريعات. يقول: ولا من دعا الى شريعة اكمل من شريعته، ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره. إن أي واحد عنده علم بدين الإسلام يستطيع الظهور على كل من يخالفه بالحجة، ثم ظهره عليه الصلاة والسلام وأتباعه وأصحابه بالقوة، ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس، وكذبه أهل الرياسة وعادوه وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق، كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة، فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إياها، ما عندوش ولايات، ولا كان له سيف، بل كان السيف والمال والجاه مع أعدائه. وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دينهم، لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة. وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم، فتجتمع في الموسم قبائل العرب فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله، صابرا على ما يلقاه من تكذيب المكذب وجفاء الجافي وإعراض المعرض، إلى أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جيران اليهود، قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه، فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهود، وكانوا قد سمعوا من أخباره ما عرفوا به مكانته، فإن أمره كان قد انتشر وظهر في 14 سنة، فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم وعلى الجهاد معه، فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة، وبها المهاجرون والأنصار، ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة، إلا قليلا من الأنصار أسلموا في الظاهر، ثم حسن إسلام بعضهم وبقي الباقون على النفاق. يقول: ثم أذن له في الجهاد، ثم أمر به، ثم أمر به، ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء صلى الله عليه وسلم. لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ولا غدر بأحد، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد، مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر وقلة وكثرة، وظهوره على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة، وهو على ذلك لازم لأكمل الطرق وأتمها، حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة وقطعة الأرحام، لا يعرفون آخرة ولا معاذا، فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم، حتى إن النصارى لما رأوهم حين قادموا الشام قالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم، الآثار موجودة، هؤلاء وهؤلاء. يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين، وهو صلى الله عليه وسلم مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال، مات ولم يخلف درهما ولا دينارا صلى الله عليه وسلم، ولا شاة ولا بعيرا له إلا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير ابتاعها لأهله صلى الله عليه وسلم. يعني أهل الدنيا
ماذا يصنعون في ملكهم. كل الملوك لما يتملكوا اللي هم بيريدوا الملك، عشان رجل يريد الملك مثلا يكون واحد رجل سياسة، رجل عظيم من عظماء العالم سياسيا، هلاكوا مثلا كل اللي هم ملوك ده. ماذا ما كيف مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وكان بيده عقار ينفق منه على أهله، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين، فحكم بأنه لا يورث ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك، وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه، ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء حتى أكمل الله دينه الذي بعث به، الذي بعث به، وجاءت شريعته أكمل شريعة. لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه. لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقيل ليته لم ينهى عنه. وأحل الطيبات، لم يحرم شيئا منها كما حرم في شرع غيره. وحرم الخبائث، لم يحل منها شيئا كما استحله غيره. وجمع محاسن ما عليه الأمم، فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخير عن الله، نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر، إلا وقد جاء به على أكمل وجه، وأخبر بأشياء ليست في الكتب. فليس في تلك الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفضل، وندب إلى الفضائل وترغيب في الحسنات، إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه. وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم، ظهر فضلها ورجحانها. وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع، وأمته أكمل الأمم في كل فضيلة. فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم، ظهر فضل علمهم. وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم، ظهر أنهم أدين من غيرهم. وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله، ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا. يعني في من التزم، في من جاهد الجهاد الحق، والله تجد هذا يعني ظاهرا في كل من يقوم بهذا الواجب من الدعاة والمجاهدين، لا يوجد مثلهم في أمة من الأمم. وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم، تبين أنهم أسخى وأكرم من غيرهم. وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها، وهو الذي أمرهم بها. لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء، لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله، كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة. فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة، وبعضها من الزبور، وبعضها من النبوات، وبعضها من المسيح، وبعضها ممن بعده كالحواريين. وقد استعانوا بكلام الفلاسفة النصارى وغيرهم، حتى أدخلوا لما غيروا دين المسيح، أدخلوا في دين المسيح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا قبله يقرؤون كتابا، بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته، فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله، ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من الرسل. قل قولي هذا واستغفر الله.